السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، ستظهر بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها إن شاء الله تباعا في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. كنا تعبانين وكذا ربع لحام حاير داخل لي بصل هسه وشغلات واطفال للبيت. بس بيش اخذت الربع؟ بثلاثة ونص والله. وانا عندي 6000 دينار. الحمد لله وشكر على اي حال. رغم كل الظروف هذه احنا عندنا بعين الله سبحانه وتعالى. اولا هذا الفقر هم كذبه. اقول لك كذبه يعني. بلد بالعالم يطي رواتب بقد العراق. تدري كيف تطيح رواتب؟ نطي في حدود 4 ملايين ونص رواتب موظفين. مليون ونص مال متقاعدين. تقريبا مليار و200 مال هاي يسمونها المنافع الاجتماعيه. الله ان شاء الله يشفع لنا ويشفع على كل شعب العراق هذا الشعب المظلوم. هسه انت متريق لو بعدك؟ لا والله وحق هو الله ما متريق. زين هاي شلون يعني بس وجبه واحده للبيت؟ هذا شوف خلي حاجيك، احنا هذا راح نخليه بين الظهر والعصر حتى تصير عندك وجبه واحده. يعني غدا ماكو بين الظهر وحق هذا الله. ثمان لا. تعال يا بتعال. ثمان لا خليني. ثمان لا انا اقول لك يا خليني لاني اروح انهار واقع والله انا تعبان. انا تعبان. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. مشاهدينا، قبل الدخول بتفاصيل الحلقة نود التنويه أن قناة الرافدين الفضائية انتقلت للعمل بنظام بث HD اعتبارا من تاريخ الأول من شباط فبراير هذا الشهر، وسيتوقف العمل بنظام SD في تاريخ 28 من نفس الشهر. لذا اقتضى التنويه لمن يشاهدنا بشاشة غير كاملة أو بصورة صغيرة، يرجى منه إعادة ضبط جهاز الاستقبال مرة أخرى على نفس التردد 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات، من أجل أن يحصل على صورة كاملة ويجد القناة بنظام البث الجديد. مشاهدينا الكرام، اليوم سيكون الموضوع عن أسعار صرف الدينار العراقي والضغط الآن من قبل بعض الجهات السياسية في سبيل إعادته إلى ما كان عليه على سعر 120 أو 118 كما يتم التداول في البنك المركزي في ذلك الوقت. تم تغيير سعر صرف الدينار العراقي والجميع يعلم، وبهذا التصرف بهذه الخطوة الحكومية ارتفعت الأسعار في الأسواق العراقية، ضرب الغلاء السوق العراقي أكثر مما كان يضرب، وكانت هناك بسبب هذه السياسات أزمة اقتصادية كبيرة للغاية، ارتفاع في مستويات الفقر وصعوبة في القدرة الشرائية من قبل المواطن العراقي، وبالتالي أيضا أثر على التجارة في العراق، البيع والشراء والحركة داخل الأسواق. هذه الخطوات منذ أن انطلقت في بدايتها ومنذ أن غيرت الحكومة سعر صرف الدينار العراقي وقللت من قيمة الدينار، تعالت أصوات الميليشيات والأحزاب الحاكمة في العراق، بعض الأحزاب، إلى إرجاع السعر إلى ما كان عليه قبل التغيير. لكن كانت هناك جهات سياسية أخرى داعمة لهذا القرار الذي حدث ومباركة له وضاغطة في اتجاه نعم هذه خطوات صحيحة. ثم بعد ذلك تسعى الآن نفس الجهات التي باركت عملية تغيير سعر صرف الدينار العراقي وخفض قيمة الدينار العراقي، تسعى الآن لإعادة الدينار العراقي إلى ما كان عليه في السابق. والسؤال، ما الاستفادة العائدة على هذه الجهات السياسية في إعادة الدينار العراقي إلى سعره السابق، خاصة وأن هذه الجهات هي الجهات المتهمة بسرقة المال العام وتدمير الاقتصاد العراقي وعدم الاكتراث لوضع العراق الاقتصادي وحال الدينار العراقي المتردي منذ الاحتلال لغاية اليوم، وكيف أن القيمة
قيمة الدينار العراقي صامدة بدون أن يفهم أحد كيف لها أن تصمد ولا توجد أي مقاومات اقتصادية في هذا البلد، في ظل السرقات، في ظل الهدر الكبير للمال العام، في ظل الديون المتراكمة على العراق، كيف لهذه للدينار صمد طيلة هذه الفترات أن يبقى على نفس السعر؟ فأسئلة كثيرة متعلقة بتغيير سعر الصرف. السؤال الأهم، لماذا تسعى جهات وافقت على تغيير سعر صرف الدينار العراقي إلى إعادته الآن إلى ما كان عليه في السابق؟ ما الذي تغير خلال هذه الفترة؟ ولماذا الآن نرى مشاحنات ما بين وزير المالية علي علاوي وما بين تيار الصدري الذي يطالب بإعادة الدينار إلى ما كان عليه، ويطالب باستجواب الوزير في البرلمان، ويرد الوزير برسالة شديدة اللهجة على التيار الصدري، وتحدث المشاحنات وتبدأ هذه الأسئلة نطرحها، بإمكانكم أن تشاركوا للإجابة عليها. نقرأ بعض الأخبار التي وردت بخصوص هذا الموضوع. طبعا خلال الأسبوع الحالي والمنصرم كذلك، أوعز مقتدى الصدر إلى أنصاره بأن يقوموا باستجواب محافظ البنك المركزي ووزير المالية تحت وصف استضافة في البرلمان، وأن يناقشوهم بشأن سعر صرف الدينار العراقي والتغييرات ودعوات من أجل إعادته إلى ما كان عليه. وزير المالية رأى بأن الرسالة التي أرسلها مقتدى الصدر فيها نوع من استصغار الوزير، وأن هذا الموضوع يجب أن لا يكون. ونعم، التيار الصدري دعمني وجاء بي إلى منصب وزير المالية، لكن هذا لا يعطيه الحق بأن يخاطبني بصيغة غير مناسبة. هكذا رد الوزير على مقتدى الصدر وعلى الرسالة التي وجهها وعلى حاكم الزاملي والطريقة التي طالب بها باستضافة الوزير. طيب، الموضوع مشاهدينا الكرام هو، هل ترون خطوة وزير المالية بالإصرار على إبقاء سعر صرف الدينار العراقي قرار صائب؟ وبرأيكم لماذا تغير موقف مقتدى الصدر الداعم في بداية الخطوات لتغيير سعر صرف الدينار العراقي، والآن يسعى إلى إعادته إلى ما كان عليه، متماشيا مع دعوات الميليشيات الباقية وباقي الأحزاب التي طالبت بإعادته إلى ما كان عليه؟ هل هذه الجهات المتهمة بسرقة أموال العراقيين ولديهم تجارب سابقة مع هذه الأحزاب التي لم تقدم أي خدمات للاقتصاد العراقي، هل تعتقدون بأنها خطوات حقيقية صادقة في دعم الفئة الفقيرة في المجتمع العراقي وإعادة الاستقرار الذي فقده العراقيون إلى حد ما؟ نقول أنه استقرار ثبات عملة لطيلة سنوات تغير وارتفعت الأسعار، هل تعتقدون بأنهم صادقون بحجتهم أن هذه الخطوات لدعم المواطن العراقي، أم لهم مآرب أخرى وأغراض أخرى لم تعلن إلى الرأي العام؟ معنا اتصال السيد أبو أحمد من الرمادي، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي العزيز، بالنسبة للموضوع سعر صرف الدولار، نعم، والجدل الزايد اللي موجود حاليا على السعر العراقية، لو هو يعني صفقات سياسية أو يعني تغيير سياسي يطمح إلى التيار الصدري من خلال هذا الأمر، يعني لتصدر الساحة السياسية بالعراق، يعني من كل الجهات. أنت تعرف هو هذا وزير المالية اللي هو صوتوا عليه أو جابوه، نقول بالأحرى أنه جابت تيار الصدري اللي خلاه هو وزير المالية بذيك المرحلة اللي سبقته. نعم. حاليا التيار الصدري تدري تعرف أنت مرحلة جديدة، على أساس أنه إصلاح، على أساس أنه تغيير نظام جديد، على أساس أنه إرجاع صرف الدولار إلى يعني الصرف الأول. لكن هو مجادلة يعني فارغة، لا يوجد لهذا الأمر أي أساس، مجرد إعلام، مجرد مجادلة سياسية، لأنه بالنسبة للتيار الصدري يعني بعد اللي صار مع الإطار التنسيقي حصلت مشادات بالنسبة يعني المصالح العامة اللي موجودة بيناتهم، فخلصت المصلحة العامة اللي حصلت بالسابق يعني الاتفاق الأول. حاليا إرجاع صرف الدولار مع التضخم الموجود،
أصلا هو يعني بوقتها وزير المالية قال أنه سعر رفع الدولار عن الدينار العراقي ليبعد تضخم لاستقرار السوق يعني فائدة المواطن أكثر تكون، لكن بالعكس رأت الأمور تضخم السوق دينار انخفض إلى مستوى أدنى من يعني المتوقع سوء المعيشة. أبو أحمد اليوم الأسواق العراقية بحسب التجار في بغداد، وفي بغداد هي الحركة بها، لكن بقية المحافظات الوضع مأساوي. في بغداد الحركة والثقل التجاري والاقتصادي السوق ميت باعتراف التجار، الحركة جدا ضعيفة، الإقبال من قبل المواطنين ضعيف على البضائع والمنتجات. السبب ارتفاع الأسعار وضرب الأسعار في 2 وفي 3 من قبل بعض التجار، ومنهم طماعين استغلوا الوضع. اليوم هذه الخطوة التي أقرتها الحكومة خطوة ما أثبتت أي نجاح، ما أثبتت أي تحسن بالوضع الاقتصادي. كانت هناك تأكيدات من قبل وزير المالية والحكومة أن هذه الخطوة حتعالج أزمات اقتصادية، بالعكس فاقمت من الأزمات. شلون الحكومة دعمت في البداية هذه الخطوة، والآن مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء يدعو لمعالجة آثار خفض قيمة الدينار العراقي، يعني يعترف أن هناك آثار سلبية سببها خفض قيمة الدينار العراقي يجب أن تعالج. شلون هاي الحكومة تتخذ خطوات غير مدروسة بالتلاعب بقيمة عملة؟ طبعا نعم أخي عزيز، هي أنا حكيت لك موضوع رفع سعر الدولار أو إنزاله مو لصالح المواطن أو للشعب نقول أو للبلد. نعم. هو موضوع تدري موجودة مصارف حاليا، موجودة مصارف أهلية يعني تقريبا ما يقارب 70 يعني مصارف، يعني أنت تعرف المصارف ما يعني ما تجيها موافقة إذا ما يكون عندها شلون نقول إيداع بقيمة 200 مليون أعتقد، يعني 200 مليون دولار هيجي أو 2 مليون دولار يعني حسب اللي افتهمته حاليا. أنه الأمر رفع الدولار حاليا اللي موجود أو إنزال، إن نزل الدولار التجار يقول لك إحنا ما نقدر، إذا نزل الدولار إحنا اشترينا بضائع بالسابق بضائع جدا غالية يعني برفع السعر الدولار أنا ما أنزل بهالسهولة حتى لو نزل الدولار. أنت تعرف حاليا اللي موجود جاي يصير برفع بإنزال صرف الدولار، وزير المالية ما يقبل يستجيب لدعوة البرلمان، هو إطاحة يعني إطاحة للوزير من قبل هاي الجهة اللي هي التيار الصدري. التيار الصدري تعرف أنت هو من ضمن الأحزاب الفاسدة اللي موجودة حاليا بالعراق، هي نفس الجهة اللي خلتها وهي نفس الجهة اللي صوتت على هذا الأمر يعني رفع الدولار. سؤالي باختصار يا أبو أحمد، نعم، الجهات اليوم اللي تدعو واللي دعت من البداية من أحزاب وميليشيات للعدول عن قرار خفض قيمة الدينار العراقي، والحكومة المفروض ما كانت تسوي هالخطوة، هاي الأحزاب والجهات السياسية والميليشيات تعتقد بالتجارب السابقة ونظرا لتاريخها الحافل بالفساد وبالصفقات الفاسدة وسرقة المال العام، أنه يدعون إلى إعادة الدينار العراقي إلى ما كان عليه بدافع وطني وبدافع خشية على المواطن العراقي الفقير، أم تعتقد برأيك الشخصي أن هناك دوافع أخرى تدفع هذه الجهات والأحزاب السياسية للاستقتال في سبيل إعادة صرف الدينار العراقي إلى ما كان عليه، واستخدامه مو بسيج، استخدامه حتى ورقة انتخابية؟ أنا قلت لك يعني هو طبعا هو لإظهار جهة عن جهة، يعني لإظهار جهة بأنه هي تقول تكون واجهة سياسية للبلد، يعني تكون القوة أو الأيدي الرادعة للميليشيات نقول أو مثلا للجهات طيب. السياسية الثانية حتى تتوقف المصارف أو المصالح اللي تدفع للجهات السياسية الثانية طيب. حتى إسقاطها بطريقة سياسية بطيئة أو نقول مؤدبة يعني عن طريق شكرا يا أبو أحمد. نعم وصلت الفكرة. أبو أيسر من تركيا تفضل يا سيد أبو أيسر، حياك الله. هذاك أستاذ، أهلا وسهلا أستاذ. هو الفساد الإداري تعرفون أنتم من 2003 ولحد الآن العراق كان بزمن النظام السابق البرميل النفط ب 18 دولار. نعم. والشعب العراقي عايش عيشة كريمة
ورافع راسه والمواطن العراقي إلى كرامة في كل دول العالم. احنا هسه ما عندنا حكومة عراقية، عندنا موظفين دا يديرون البلد. نعم. فقط الميليشيات والأحزاب هي اللي دا تسرق الأموال، قسم منها يروح لإيران وقسم لجيوبهم وقسم يعني. نعم. بلد مهزلة يا أخي، وكل حتى أمريكا تعرف بهاي الوضعية وهي تريد هاي الوضعية. نعم. سيد أبو أيسر، العراق ما تصير. سيد أبو أيسر، رأيك بي... نعم، رأيك باللي يعني يصير؟ بعد يقتلوه إذا الدم رخيص بالنسبة للشعب العراقي. أبو أيسر تسمعني؟ أسمعك أستاذ. رأيك باللي يصير مؤخرا بين وزير المالية علي علاوي وبين مقتدى الصدر وأنصاره؟ الوزير يقول لك أنا ما أقبل أنه يتم مخاطبتي بطريقة أنه أني موظف عند هذا الحزب، وأنه الحزب يؤمرني أنه أني أحضر للبرلمان بطريقة غير لائقة. بالمقابل التيار الصدري اللي كان من الداعمين واللي جالبين هذا الوزير إلى المنصب وكان من الداعمين لقرار خفض قيمة الدينار، اليوم لا، أشوف الدينار لازم يرجع إلى ما كان عليه. شنو رأيك بهذا التخبط اللي دا يصير بين بالقرارات؟ وليش التيار الصدري برأيك كان من الداعمين سابقا للدينار أنه يخفض والآن لا، رجعوه إلى ما كان عليه؟ أستاذ هاي كلها دعايات انتخابية، وحتى يقولون التيار الصدري على أساس عجل من عجل رفع مستوى المعيشة للشعب العراقي، هاي كلها أفلام على هذا الشعب المسكين. ماكو، هاي كلها ما حد يعترف بيها، لأن قلت لك أنا أساساً ماكو دولة تدير بلد ولا اكو وزير مالية يدير بلد. وهنالك ديون كثيرة على العراق يسددوها على أكتاف الشعب العراقي. نعم. سيد أبو أيسر أشكر حضرتك، شكرا جزيلا، كنت معنا من تركيا ويانا أبو أحمد من العمارة. تفضل يا أبو أحمد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ الله حياك الله يا أبو أحمد، أهلا وسهلا. أنا أول مرة أشكركم أستاذ، الله وأشكر قناتكم قناة الرافدين، الله يبارك فيك، قناة الشعب المظلوم. نعم. أي والله أستاذ، أنا سبق وأنا شددكم هاي المرة الخامسة أستاذ. أبو أحمد خليك وياي. أبو أحمد نعم. خليك وياي، أكو رسالة جتني على الواتساب. نعم. رسالة من أحد المشاركين يقول بالنص، خلي نقراها مثل ما موجودة. يقول السلام عليكم. نعم. أريد أتبرع بمبلغ مقداره 200 دولار تصرف منها من للنازحين وللأخ أبو أحمد لعملية ابن المريض. تمام. يرجى. نعم. التواصل بدون ذكر تفاصيل وكذا، طبعا حق الـ 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 الأخ أو الأخت اللي أرسلوا هذا المبلغ. أنا بس حبيت أبلغك بهذا الشيء، وسيتم التواصل وياك إن شاء الله بطريقة حتى تتواصل مع أنت. نعم. والجهة اللي أو الشخص أو الجهة أو الشخص اللي يريدون يوصلوا لك هاي المساعدة. سيد أبو أحمد. نعم. مثل ما. نعم. سمعت، شنو تعليقك؟ نعم أستاذ، والله أنا أشكرك وأشكر اللي يساعدوني وأشكر منبركم اللي أنتم توصلون المناشدة، انتم توصلون صوت الشعب، صوت العراق المظلوم، صوت الناس المظلومة. واشكركم جزيل الشكر، واشكر كل من ساعدني وساهم، وكل من ساهم لي بهاي العملية. نعم. اللهم ربي يحفظه بحق محمد وآل محمد استاذ. وانا اشكر جميع. نعم. المتصلين اخواني العراقيين بالخارج بالداخل. نعم. لم طفل والله العظيم يا استاذ مطروح وعمليته يعني مستشفى خاص، وانا ما املك قلت لك يعني هسه انا. نعم. محتار يعني، واحد اظل الصبح قاعد وياه سيد ابو احمد وعده يعني الم هو وريد. نعم. اوديه الله يكون بعونك. بس عندي سؤال سؤال يطرحه اي انسان. نعم. اليوم يشوف الوضع ويسمع، انت في بلد غني. نعم. ليش الحكومه ما تساعدك؟ اريد. نعم. جواب على هذا السؤال. والله استاذ انا من اقول لك خاف تقول هذا يعني شو اوصف لك شريد يعني ناس يعني ناس ما يهتمون يعني ناس ولا لهم علاقة بالمريض ولا لهم علاقة بالشعب ولا لهم علاقة بالعراقيين. يعني أنا مو عراقي ما يحسون بي، أنا ما سمعوني سبق وأنا شديت أزيد من عدة مرات
وراجعت الوزارات وراجعت مكتب الوزير، مكتب الوزير مصطفى الكاظمي، راجعت قبل 7 أشهر، قبل 7 أشهر راجعت الوزير كتب. مكتب الوزير يعني لو مكتب رئيس الوزراء يا مكتب راجعت مكتب رئيس الوزراء بغداد بيم هاي يسمونها الخضراء ليغات. نعم نعم. ورادوا تقارير طبيه، جبت لهم تقارير طبيه اصوليه ورسميه، الله شاهد ورقيبه، وجبت مستمسكات الطفل وقلت لهم حتى عربانه ما عده، يعني عربانه ما اقدر امشي به اليه. نعم. وانا تعبت واخذ 124 124000. نعم. 124000 وعده 9 نفرات نص النزايه يعني. نعم. وقاعد تجاوز ما اقدر امد ايدي يعني، بس يعني اطلب من المنبر، منبر قناه الرافدين البطل وكل انسان ساعدني، انا اشكركم جزيل الشكر واشكر كل انسان يسمع صوتي من خلال المنبر، من خلال قناه الرافدين يسمع صوتي. شكرا. يوصل للناس الخير. شكرا يا ابو احمد من العماره، انا اشكر حضرتك واشكرك طبعا للمشاركه، واشكر ايضا من ساهم بمساعده أي محتاج عن طريق منبرنا وعن طريق قناة الرافدين، وكانت هي حلقة وصل ما بين المحتاجين وما بين من لديه القدرة على المساعدة. شكرا للجميع. ستكون هناك آلية تتنسق فيما بعد للتواصل ما بين الطرفين. معنا صباح من بغداد، تفضل يا صباح، حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني ورحمة الله. الأزمة الاقتصادية بسبب السياسيين الفاسدين مستمرة من 2003 ولحد الآن، والدليل ما عندهم سيطرة لا على صرف الدولار ولا على عندهم أزمة لحل الأزمة الاقتصادية. نعم. يحجون بتقشف ويحجون بأمور عدة ومعالجات للأزمة الاقتصادية، لكن هم كلهم فاشلين. لأن يعني هم سبب خراب الدولار وصعود الدولار وهبوط الدينار العراقي. نعم. يعني احنا هسه قبل كنا محاصرين ومحاربين من قبل دول العالم الغرب وغيره والشرق الأوسط، وكان عندنا يعني مسيطرين تقريبا نوعا ما على الصناعة والزراعة وعندنا التجارة وعندنا أمور. هم هسه ما عندهم لا حصار لا عندهم أزمة مالية، والنفط وكيف هم يبيعون به، وصلت الأعداد الرسمية للعدادات ملايين البراميل يوميا. هذا عدد تهريب اللي مسيطر عليه حزب الدعوة ومنظمة بدر والعصائب الآبار اللي من جوا الفراش يهربون بها النفط الأسود. فشنو الأزمة هاي مين جتي؟ الأزمة هي سياستهم وصلتنا إلى هاي الأزمة وصعود الدولار. والمصيبة مو هم بأهاليتهم أو بعوائلهم، كلهم خارج العراق. الأزمة هاي كلها وقعت برأس المواطن العراقي البسيط اللي عايش على قوت يومه. يعني ما متضررين هو لا هشام زباري ولا مقتدى الصدر من يصرح تصريحات رعناء، يعني ما بيها أي شيء علم أو لحل الأزمة الاقتصادية أو للسيطرة على الدينار العراقي والدولار، ما عنده أي علم. ولا اكو ناس بوزارة المالية عندهم خطة، خلهم خطة اقتصادية لحل الازمة هاي. الواردات وين تروح؟ ما حد يعرف واردات العراق وين تروح من المنافذ الحدودية وغيرها. والضرائب ما حد يعرفها وين تروح. الزراعة مهملة، الصناعة مهملة، ما عندنا فشي انتاج يسد يصير عندنا اكتفاء ذاتي داخل البلد، اي من الصناعة من الزراعة من الطاقة الكهربائية من كل شيء. كل الوزارات واقفة عاطلة معتمدين على بيع النفط، الرواتب من بيع النفط، الناس عايشة من بيع النفط، فسادهم من بيع النفط، ما صار عندنا دخل غير بيع النفط، لأن هم جايين متقصدين يريد يشفطون هذا المي جوه الأرض في سبيل النشوه، يريد يسرقوه كله ويطلعون منهم. هم العمائم وحزب الدعوة ومقتدى صدر كلهم متآمرين. يعني مقتدى صدر رفع راية أنه يريد يسوي إصلاح، أي إصلاح أنت اللي تقوده؟ والمحاصصة المقيتة اللي جابها برايمر واللي انتوا نشأتوا عليها، البرلمان رئيس البرلمان للسنة، رئيس الوزراء للشيعة، رئيس الجمهورية للأكراد، نفس المحاصصة، ما كفت شيء تغيير لا وراء مقتدى ولا وراء حتى العملية السياسية. بس سؤال يا سيد صباح، علي علاوي وزير المالية مصمم ومصر على أن الخطوة اللي اتخذها بخفض قيمة الدينار العراقي هي خطوة صائبة وخطوة لها هدف. طيب اليوم احنا لما ننظر على او الى الوضع في الشارع العراقي على الارض، ونتابع حال الاسواق ونتابع الحالة الاقتصادية للمواطن والقدرة الشرائية وغلاء المنتجات، لما نشوف انه ماكو تأثير نتساءل، هذا الوزير مصمم على خطوته وقراره ودا يدافع عن هذه الخطوة بكل ما لديه،
طيب غير اكو نتيجه لهذه الخطوات، غير المفروض يحصد المواطن الفقير ثمار هذه الخطوات الاقتصاديه؟ اشو الوضع سار نحو الأسوأ؟ اليوم التجار بالعراق وبحديث مباشر مع التجار في الاسواق العراقيه قالوا لي بان الوضع اليوم في العراق في الاسواق في بغداد الحركه والتجاره ميت لعد. شنو بالمحافظات شلون قايل استاذ محمد؟ الوزير من ضمن هاي الناس الفاسدين، وقبل الوزراء اللي صاروا كل تشكيلات الحكومات السابقه هو جزء من منظومه فساد. فهاي الدولار بي عده العاب اللي يتلاعبون بيها، صرف الدولار، ضخ الدولار بالسوق، هو جزء هذا مستفاد من عنده، ما يريد الدينار العراقي ينشط بالفتره هاي. ولا هو شنو الداعي؟ وين الخطه مالتك انت اللي خليتها كوزير ماليه؟ خليت خطه حقيقيه مدروسه من قبل ناس اقتصاديين وناس يفهمون عدا وزير الماليه، لان وزير الماليه احنا نعرفه بلا فهم، والمفروض هو يطلع يفصل شنو الخطوه مالته، ايش راح يصير، ايش يتوقع يصير، على شنو استند، ايش راح يقدي ضخ، شنو اللي جايه، ايش قد راح يبيع نفط، هذا صعود البرميل النفط العالمي، المفروض احنا يصير عندنا فد اكتفاء غير مسبوق، يعني هاي نستغل هاي الفارق صعود النفط العالمي. لكن على هيك وزراء ما عندهم خطط، ما عندهم دراسات، خطواتهم كلها غير مدروسه وكلها اخطاء، ويقع براس المواطن العراقي ويشوف هسه التضخم، وحتى التجار اغلب التجار مسيطر عليهم من قبل المكاتب الاقتصاديه مال الحشد، ويدفعون خوات وهم نفسهم يستفادون من عدها. السوق كله مسيطر من قبل الناس الاحزاب والميليشيات، السوق التجاري احكي لك، ولا هذا الصعود على شنو؟ اريدك تبقى وياي ابو سيد صباح من بغداد، عندي بس اقرا تغريده لاياد علاوي بخصوص قضية تغيير سعر الصرف، بها كذا نقطة مهمة طبعا أنه يجب نركز عليها. شو يقول؟ يقول أنه تغيير سعر صرف الدولار جاء بعد مشاورات مع جميع الكتل التي شاركت في الحكومة، وبالتالي محاولة التنصل من مسؤولية هذا القرار أو رميها على الآخرين لن تنطلي على الشعب. يعني كل الحكومة يوم اللي قرروا أنه يغيرون سعر صرف الدينار العراقي كانوا موجودين وموافقين، وبعدها طلعوا لا رجعوا الدينار إلى ما كان عليه، منهم اللي استخدمها ورقة انتخابية، ومنهم اللي يحاول بعد الانتخابات يجمل صورة الحكومة ويقول نحتاج دعم حتى نرجع لكم الوضع إلى ما كان عليه. يقول بأنه هذه محاولات لن تنطلي على الشعب العراقي، يعني هم بيناتهم لعبة واحد يفضح الأخ. على منو إذن اليوم دي يريدون يضحكون؟ بعض الاقتصاديين يقولون بأنه رفع قيمة الدينار العراقي، العفو خفض قيمة الدينار العراقي اللي وصلوا 148 و147، حتى بعدين لما يرفعون قيمته مرة أخرى ويعاد ربما إلى 120 إلى ما كان عليه أو 118، الفرق هذا ببيع وشراء العملة، ببيع الدولار ثم بعد ذلك شراء الدولار عند ارتفاع العملة، حتدر على هؤلاء أموال طائلة، خاصة وأنهم هم يملكون المليارات الدولارات. طيب ما فعلا تكون هذه لعبة في سبيل المكاسب المالية؟ استاذ محمد، هو بس علاوي بمداولته مع الكتل والأحزاب المحاكمة، يعني هذا أكبر يعني دليل على أنهم اللي هم وافقهم على صعود الدولار وهبوط الدينار العراقي. يعني هم بيناتهم وبعدين اختلفهم على أن يرجع يستقر على ما هو عليه في الماضي، هم بكيفهم. إذن الدولار صعود الدولار شغلة سياسية بيناتهم. شلون كان مسيطر بهاء الاعرجي على البنك المركزي بضخ الدولار، هو الوحيد اللي كان يصرف الدولار من البنك المركزي، هو اللي يستحوذ عليه وصار ملياردير بروس العراقيين. الان اكو غير بهاء الاعرجي بوزاره الماليه ايضا مهيمنين على المصرف المركزي، وبكيفهم يضخون الدولار وبكيفهم يصعدون وينزلون، كلها مافيات مسيطر على الماليه وغير الماليه. فهذا ما يهمه مصلحه المواطن العراقي شلون يعيش، بيش بطل الزيت، بيش كيس الطحين، طبقه البيض، ما يهمه هذا الموضوع، هم بيناتهم هم. اما هو شنو الازمه اللي صايره عندنا؟ سؤالي الاخير لك صباح، تغريده اياد علاوي بها جمله مهمه جدا انه نقولها. يقول بانه اوامر منع السفر تصدر بحق المدانين او المتورطين بشبهات الفساد والجريمه من قبل السلطه القضائيه، ولا يمكن ان تخضع للاهواء والامزجه ولن تخيف الكفوء والنزيه مثل علي علاوي. عندي سؤال، علي علاوي وزير الماليه غرد وقال بانه اني جاءوا بي التيار الصدري
ودعموني ووصلوني للمنصب. ويعني من يتحالف مع الأحزاب عادة لا يكون بذاك المستوى من الشرف والكفاءة والنزاهة، خاصة وأنه لو كان هناك هذا المعيار لوجدنا إنتاجا على الأرض. السؤال، هل هذه الأحزاب أتت بالوطني الكفو النزيه طيلة 19 عاما تقريبا من الاحتلال؟ بالطبع ما جابوا أي شخصية وطنية حقيقية، يعني قعدهم على مناصب الوزارات ورئاسة الوزراء كلهم فاشلين. ما عندنا وزير اجى من خلال الاحزاب الحاكمه اللي صار لهم 18 سنه نجح في اداره الوزاره ابدا، حتى درجه وكيل وزير ودرجه مدير عام، يعني ننزل الى مستويات مدير عام ايضا كلهم تابعين الى احزاب وتابعين الى هاي التيارات وغيرها. تشوفهم ما جاي يعملون لمصلحه الوطن، يعملون لمصلحه جيوبهم وجيوب اللي نصبوهم مثل مقتدى صدر والمالكي وغيره. اي شخصيه تنصب وزير على وزاره ويكون من حصه الحزب لازم يخدمهم، يخدم حزبهم في سبيل يصيرون سند له. فاحنا العراقيين من 2003 ولحد الان ما شفنا، مثل بدايه كلامك، ما شفنا القضاء العراقي حاسب فاسد من الوزراء او الدرجات العليا نهائيا، مثل فلاح السوداني وينه اللي باقي وزاره التجاره وغيره. ما شفنا اي قرار صائب صب بمصلحه المواطن العراقي نهائيا، كلها من جانب الفساد ومن جانب المفسدين ومن جانب البرلمانيين، وحتى القرارات الدولة بالبرلمان ما تصب بمصلحه المواطن العراقي، تصب لهم. هاي الصراعات كلها المواطن العراقي شو له دخل بيها؟ لا طلع انتخب ولا انتخبنا. طيب. اذا هاي الصراع بيناتهم هم على تقاسم الكيكه مال حنان الفتلاوي. شكرا جزيلا صباح من بغداد، اشكرك للمشاركه. مشاهدينا الكرام، لنذهب الى فاصل قصير ومن بعده نعود لنكمل الحديث في حلقتنا لهذا اليوم. لمشاهدة بث قناة الرافدين الفضائية على نظام HD ابحث عن التردد الآن 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. الرافدين HD. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نستمر بحديثنا في حلقتنا لهذا اليوم عن اختلاف أسعار الصرف، سعر صرف الدينار العراقي ومطالبات جهات سياسية بإعادة سعر صرف الدينار العراقي لما كان عليه في السابق أو رفع قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي. هذه المطالبات تأتي من جهات دعمت خفض قيمة الدينار العراقي من البداية وإيصال الرقم إلى 147 و148 ألف دينار لكل 100 دولار. الآن تسعى هذه الجهات السياسية لإعادة سعر الصرف إلى ما كان عليه. السؤال هو لماذا الآن؟ أين كانت هذه الجهات السياسية عندما تم اتخاذ القرار بخفض قيمة الدينار العراقي؟ ما تفسير حديث أياد علاوي الذي قال بأنه جميع الكتل السياسية كانت حاضرة ووافقت على خفض قيمة الدينار العراقي؟ إذن هل هي خطوات غير مدروسة أم خطوات مدروسة الهدف منها التلاعب بسعر الصرف للاستفادات المادية بخفض ورفع ثم بعد ذلك رفع قيمة الدينار العراقي؟ ثم على ماذا يستند العراق برأيكم مشاهدينا الكرام ب اقتصاده لكي يقوم بالتلاعب بسعر صرف الدينار؟ ما هي المقومات الاقتصادية التي يملكها العراق بخلاف بيعه للنفط؟ هل يصنع؟ هل يصدر شيء إلى العالم؟ هل ينتج شيء بخلاف النفط الذي يدر على العراقيين الأموال التي جعلتهم صامدين طيلة هذه السنوات؟ هل للعراق مصانع؟ هل لديه مزارع؟ هل لديه ثروة حيوانية يستفيد منها المواطن العراقي ويصدر الباقي؟ هل استفاد العراق طيلة فترة حكومات الاحتلال من 2003 لغاية اليوم من الثروات الطبيعية الموجودة؟ الآن هناك تقارير تتحدث عن الكبريت الموجود في العراق ومقدار الأموال التي يمكن أن يدرها على العراق هذه الثروة الطبيعية. هل هناك استفادة منها؟ هل استفاد العراق من الغاز الذي يحرق المصاحب لاستخراج النفط؟ هذه الكميات الكبيرة التي تجعلنا في غنى عن إيران وعن الغاز الإيراني الذي
تذل به الشعب العراقي وتجعله طوق تخنق به المجتمع العراقي بالديون وبالأموال التي تتحصل عليها من بيعها لنا. فالسؤال هو: ما هي المقومات الاقتصادية التي تسمح لوزير المالية أو لأي جهة اقتصادية موجودة في العراق أن تتلاعب بسعر صرف الدينار العراقي؟ ثم يعني أليس غريب أن رغم كل الأزمات الاقتصادية أن يستمر سعر الدينار العراقي ثابت طيلة سنوات طويلة؟ وما الذي تغير عندما غيره وزير المالية علي علاوي؟ عندنا أبو علي من لندن، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل قرار يتخذوه هؤلاء الميليشيات والعصابات واللصوص والإرهابيين في الخضراء هذا لصالح النظام الفاسد الإيراني، نظام خامنئي. كل قرار يتخذوه بعيدا صار يعني الشعب العراقي بعيدا عن هذا القرار. رفع الدولار قبل فترة هذا كله كان متفق بين السياسيين. نعم. كل واحد حط له كم مليار دولار بالبنوك، والآن العراق يعني الشعب العراقي خسران بكل الجهات. نعم. ما عدنا لا عدنا زراعة ولا عدنا صناعة ولا عدنا تصدير، ما عدنا، بس عدنا هذا النفط، وهذا النفط أرصفة في ميناء أم قصر، أرصفة كاملة جيتوه على الأحزاب والميليشيات، بواخر جاي تطلع سرق علني إلى إيران. ما عدنا كل شيء، ما عدنا. أريد تعليق منك على تصريح أياد علاوي اللي قال بأنه الأحزاب السياسية هي اللي وافقت على خفض قيمة الدينار العراقي، كل الأحزاب السياسية كانت حاضرة عندما اتخذت الحكومة هذا القرار وموافقة على هذا القرار. اليوم ليحاولون يضحكون على الشعب العراقي ويبينون ان هم وطنيين وديخافون على مصلحة الشعب، انتوا وافقتوا على خفض قيمة الدينار، وهو سؤال يطرح: شنو مصلحة هذه الأحزاب من خفض قيمة الدينار العراقي بالبداية، وليش اليوم تريد ترجع إلى ما كان عليه؟ شنو هاللعبة هاي اللي بدها تلعب بها على المجتمع العراقي؟ بالنسبة لأياد علاوي يعني يومية طالع لنا وصاير لنا وطني، أنت رجل كبير، يعني أنت المفروض تحترم نفسك وتعتذر من الشعب العراقي وتستقيل من رفع الدولار. أنت وين كنت؟ ما كنت موجود وياهم؟ ها؟ مثل مقتدى الصدر، سيد القائد وسيد الإصلاح وسيد يا أخي، كافي ضحك على الشعب العراقي. المفروض من أياد لا، والدور جاب بيته ورشحوا نفسهم بالانتخابات. أنت المفروض بهذا عمرك وبهذا كبرك تعتذر من الشعب العراقي وتستقيم. كلهم أخي محمد، كلهم مجرمين، زين، كلهم عصابات، كلهم بليشات، أحزاب تابعين الإيران، وهذا الشعب العراقي ساكت عليهم. ما أعرف إلى متى أنت ساكت عليهم أخي. سيد أبو علي، أكو سؤال آخر لو سمحت. الآن سمعنا أياد علاوي، اتركك من أياد علاوي، مظهر محمد صالح بمنصب رسمي وهو مستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قال بأنه يجب معالجة الآثار المترتبة على خفض قيمة الدينار، يعني هناك آثار سلبية ويجب أن تعالج. ووزير المالية يقول أني مصمم على قراري ولن أتراجع، وتطلع جهة أخرى موجودة بالحكم مثل حاكم الزاملي النائب رئيس البرلمان يقول يجب استجواب الوزير ويجب رفع قيمة الدينار مرة ثانية. حكومة واحدة لكن كل واحد بيها يحكي بكيفه. طيب اليوم المواطن العراقي لما يقعد يتفرج على التصريحات الحكومية، من الصح اللي بيهم؟ كلهم على الغلط. أبو حكومة أخي أرجوكم لا تسموها حكومة، قول عصابات جاي نهشون ويسرقون أموال وثروات العراق. وحكومة كلهم ما عندهم خبرة. عمي أنتم مو رجال دولة، يا بالخضراء يا ميليشيات الخضراء،
مو رجال دولة. أنت حسينية ما تقدرون تمشون، تمشون دولة مثل العراق، هذا العراق العظيم. ما على الشعب العراقي أن يقوم، هاي كل ساعة أقولها، أن يثور ثورة عارمة ويدخل إلى الخضراء ويحولهم بالشوارع. عمي ما يفيد وياهم دولة، دولة ما يفيد وياهم، لصوص مجرمين، قتلة، إرهابين، دواعش، عملاء خونة الإيران، ما يفيد وياهم دولة. ولا متى، ولا متى تفضل؟ ها صارنا خمس أشهر خلصت وبعد مجيت ناطحون على الكراسي. يجي يجي أمس إجا محمد الصور، الصور حسن نصر الله، هذا حسن السامع، هذا التافه يجي يتحكم بتشكيل حكومة. حسن نصر الله الإرهابي يدز محمد الكوثراني، يعني والله العظيم عيب، عيب. أنتوا تسمون نفسكم رجال دولة وتيجون إيران، أحزاب إيران، ميليشيات إيران، يجي يشكلون حكومة. طيب أبو علي أنا أشكرك شكرا جزيلا. رسالة أخرى وردت من أحد المشاركين وبيها تبرع أيضا للأخ أبو أحمد من العمارة اللي اتصل يقول السلام عليكم، أتبرع $100 للأخ أبو أحمد من ميسان وأتمنى لولده السلامة والشفاء العاجل. شكرا جزيلا للأخ أو الأخت اللي تفضلوا بهذا الشيء. وطبعا كل تفاصيل السيد أو السيدة المتبرعين ستكون محفوظة وبعيدة عن النشر، وإن شاء الله ستكون هناك آلية معينة لإيصال التبرعات ولتوصيل الطرفين فيما بينهما. تمام. وطبعا كل من لديه شروط الخاصة وكذا مو من حقه طبعا. شكرا جزيلا للإخوة اللي ينظرون إلى أبناء بلدهم بهذه العين العطوفة الرؤوفة، في حين أنه عندك بلد تدخل إلى ميزانيته عشرات بل مئات مليارات الدولارات طيلة هذه السنوات دخلت ولا تزال تدخل، والحكومة لا تنظر إلى المواطن. وزارة الصحة من حصة التيار الصدري، وما الذي قدمه القطاع الصحي لأبو أحمد من العمارة ولغيره من الحالات المرضية؟ وقبلها كانت لدولة القانون، ما الذي حققته عديلة حمود وزيرة الصحة السابقة التي أبرمت صفقات لا معنى لها سوى هدر للمال العام وسرقة وفساد؟ لماذا لا تقوم هذه الدولة على خدمة أبناء الشعب بدل التلاعب بأسعار الصرف وبقوت المواطن؟ ما الذي يقوله جاسم العلوي وهو عضو في مجلس النواب؟ يقول بأن الجهات الرقابية المسؤولة عن الأمن الاقتصادي تقف موقف المتفرج تجاه التلاعب بقوت المواطن العراقي. الجهات الاقتصادية ما دورها؟ الحكومة سوت بعد هذا القرار الذي خرج لمطالبة وزير المالية بالحضور إلى البرلمان وباستجوابه أو استضافته مهما كان الوصف من أجل الحديث بشأن سعر صرف الدينار. الجلسة البرلمانية التي حدثت التي جرت تمخضت عن شيء واحد فقط ومتعود عليه المواطن العراقي، وهو تشكيل لجنة نيابية للتدقيق في آلية عمل البنك المركزي فقط. كم من لجنة تشكلت في العراق وأين نتائج التحقيق في هذه اللجان؟ ما الذي أخرجته هذه اللجان التحقيقية إلى الرأي العام؟ ما الذي حققته هذه اللجان؟ عندما يتحدث شخص مثل هادي العامري ويقول القضاء بيدنا ومسيس وينضغط عليه، فهذا أيضا هو عمل أي لجنة تحقيقية. ما الاختلاف بين المؤسسة القضائية وبين أي لجنة تحقيقية موجودة في البرلمان أو في خارج البرلمان؟ أليست خاضعة للتهديد؟ إذا كانت أعلى سلطة قضائية في البلد التي تحكم بين الناس والتي من المفترض أن تحكم بالعدل خاضعة للتهديد والابتزاز والمساومة وغيرها، فماذا عن باقي الجهات الأدنى من القضاء، اللجان التحقيقية وغيرها؟ أليست هي أيضا خاضعة للتحقيق للتهديد وللمساومة وغيرها؟ إذن ما الضامن أن هذه اللجنة التحقيقية المشكلة بشأن آلية عمل البنك المركزي تكون صادقة شفافة في التعامل مستقلة بعيدة عن الضغوطات؟ وبالتالي هل يمكن إصلاح الأزمة الاقتصادية اليوم في العراق في ظل وجود هذه الحيتام التي تتحكم بقوت المواطن العراقي وتتلاعب بسعر صرف الدينار دون اكتراث لحال المواطن؟ دعونا نقرأ لكم
بعضا من الأرقام التي تثبت حقيقة الأزمة الاقتصادية في العراق. وزارة التخطيط أعلنت أن ربع سكان العراق يقبعون تحت خط الفقر، وأشارت إلى ارتفاع نسبة الفقر في المحافظات المنكوبة التي شهدت عمليات عسكرية ضد داعش، ارتفعت النسبة إلى 41%. وزارة التخطيط قالت أن الفقر في المحافظات الجنوبية بلغ 32%، محافظة المثنى أعلى محافظة عراقية من حيث عدد الفقراء بمعدل 52% من أبناء المحافظة يقبعون تحت خط الفقر. القادسية 49%، رقم مخيف. عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية السابقة ندى شاكر جودة أكدت أن انتعاش سوق الملابس المستعملة والمعروف بالبالة في المدن العراقية نتيجة يأتي لارتفاع نسب الفقر في عموم البلاد بسبب السياسات الخاطئة لحكومة الكاظمي والحكومات التي سبقتها. أصل وإياكم مشاهدينا الكرام بهذا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.